بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان يستعد الناس لاستقبال العشر من ذي الحجه وهي ايام ثبت فضلها ويضاعف ثواب الاعمال فيها لأنها من الاشهر الحرم التي قال فيها ربنا عز وجل: ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ومن هذه الاربعه المميزه شهر ذي الحجه ومنه الأيام العشر الأولى التي قال فيها ربنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ويقول في موضع آخر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وبينها وبين العشر الأواخر من رمضان يعقد بعض العلماء مقارنة لطيفة المشترك فيها هو أن الأولى مفضلة بأيامها والتي في رمضان مميزة بلياليها لكن المهم هو أن الله تعالى أنار أوقات هذه الأمة بطوالع الليالي الفاضلة والأيام وأكرمها من أنواع البركة والرحمة فاختصر لها الأعمال وخففها وكثر لها الأجور وضعفها، والمسلم قريبا سيكون مع أسرار هذه الأيام ونفحاتها التي تدل على قدسيتها وعظمتها وعظمتها. فقد أودعها الله من الأسرار ما لا يحيط به بيان، ففيها الشعيرة العظيمة التي جعلها الله ختام الاركان وفيها اليوم العظيم الذي جعله الله افضل الايام على مر الازمان وفيها الاضحى المبارك الذي تنحر فيه القرابين طاعه لرب العالمين فكل هذه المنح ما هي الا اثر من اثار الطاعه والانقياد لله رب العباد آثار تذكر بالخليل إبراهيم عليه السلام، الذي خلد الله آثار أقدامه، وجعل الحج عقب طاعته وإذعانه، وجعل الذبح العظيم فداءً عن ذبحه، عن ذبح إبنه جزاء طاعته وإيمانه، ويستمر الوفاء إلى أن جاء إمام الأنبياء. وسيد الاتقياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن للناس فضيلة هذه الايام في قوله ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. والاعمال الصالحه المطلوبه في هذه الايام الوان وانواع وهي مناسبه جدا للذي كان قد فرض على نفسه الحج فلم يتيسر له لهذه الضروره المانعه فيبقى على نيته الى زوال المانع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالمسلم الذي ساهم على الحج فكان من المقبولين إن كتب أجله في هذه الأيام فإنه إن شاء الله لن يُحرم من الأجر والثواب وقد يبعث ملبيا لأن جائحة كوفيد 19 المنتشرة في كل بلاد الدنيا التي حالت دون تحقيق قصده مانع شرعي بشرط إخلاص النية وفي هذه الأيام يكون التشبه بالحجاج في سلوكهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم فالعمل الصالح المنتج الذي تعود فائدته على الامه احب ما يتقرب به الى الله تعالى في هذه العشر من ذي الحجه فالمسلم يسارع الى عدم التراخي في اداء الفرائض كامله تامه ويتحرى صيام الايام التسع كامله بنيه واحده للقادر على ذلك وهي خصله عظيمه وغنيمه مربحه فالله تعالى وعد الصائمين اجورا بلا حساب خاصه وقد اجتمعت مع العشر فتنه حر المصيف فيكون سببا لابعاد صائمها سبعين خريفا عن نار جهنم واما العاجز فغنيته في يوم عرفه الذي يستقبله بالطاعات والقربات والصبر والتحمل فالله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والعشر من ذي الحجه ايام تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء وانفاق فالاكثار من هذه الاوراد تقرب الى رب العباد خاصه الصدقة التي تعين على استقبال افراح ايام العيد وزينتها حتى يكون الجميع شركاء في مسرات هذه الايام التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ايام اكل وشرب وذكر وقبل ان نفرد ان شاء الله يوم عرفه وعيد الاضحى بمزيد من البيان في حلقه خاصه قادمه نحب ان نقول ان في هذه الايام العشر انزل الله ايه الختام على النبي الامام صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انها ايه عظيمه لو وعاها المسلمون اليوم لانقلبت احوالهم وارتقت هممهم ولقد عرف قيمه هذه الايه يهودي جاء الى سيدنا عمر رضي الله عنه فقال ايه في كتابكم لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا انها ايه تعرف بعظمه الاسلام وبمكانته عند رب الانام. وفيها لفته مهمه الى سنن الله في الكون، تنبه اليها اهل العلم، واشاروا الى سنتين اثنتين على كل مسلم ان يدركهما ويتبين امرهما. السنه الاولى قوله تعالى: "كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك" وما كان عطاء ربك محظورا وهي تقضي بان كل من سعى الى هدف في الحياه الدنيا يبذل جهده ويسخر من اجله نواميس الكون وادواته الصحيحه يناله ويحقق مراده ايا كان هذا الانسان وايا كانت هذه الامه السنه الثانيه قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن, من لمن خاف مقامي وخاف وعيد فالنصر يكون حليف من تحققت فيه عبوديه الله تعالى وينفذ اوامره عز وجل والارض يرثها عباد الله الصالحين الصالحون فالانسان فردا كان او امة ينال الدرجات العليا قفزا فوق الجهود التي يبذلها الاخرون لانه على الحق المبين ويقول الله الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فإن هذين القانونين يلخصان قول أحد المفكرين المسلمين إن العرب لا يمكن أن يتبوؤوا مكانة إلا بواسطة هذا الدين الذي شرفهم الله به وسبق أن قال سيدنا عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العز في غيره اذلنا الله